إلى موضوع آخر، حيث صعد حلف قبائل حضرموت من احتجاجه ضد الحكومة بعد انتهاء مهلة 30 يوما الممنوحة لقيادة السلطة المحلية في المحافظة وللحكومة بتنفيذ المطالب المرفوعة. وأمس الجمعة أقام حلف القبائل مخيما للاعتصام في منطقة بشار بالمشقاص في مديرية الريدة وقصيعر البوابة الشرقية لمحافظة حضرموت. وقال مصدر في الحلف أن إقامة المخيم يأتي ضمن خطوات حلف القبائل التصعيدية المطالبة بحقوق حضرموت وبسط السيطرة الكاملة على الأرض والثروة. ومطلع الشهر الجاري بدأ حلف قبائل حضرموت تصعيدا ميدانيا بنصب نقاط مسلحة على امتداد هضبة حضرموت حيث منطقة حقول النفط، واحتجزت تلك النقاط عددا من شاحنات النفط باستثناء الناقلات المخصصة لمحطة الكهرباء. ويقود التصعيد المتواصل منذ أكثر من شهر مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت اللذان يرأسهما وكيل محافظة الشيخ عمرو بن حبريش وسط حالة من التوتر تخيم على المحافظة النفطية. وبالعودة إلى موضوع التصعيد بالنسبة لقبائل حلف حضرموت، ينضم معنا سيادة العميد محمد علي الجريري قائد مخيم حلف قبائل حضرموت في البوابة الشرقية. نرحب بك سيادة العميد إلى أخبار المنتصف. هل نستطيع أن نقول أن حضرموت ربما دخلت الآن مرحلة جديدة من التصعيد ربما قد ينعكس على أمن واستقرار المحافظة؟ هو ليس بهذه الطريقه، لا، لم ينعكس على الامن واستقرار المحافظه. المحافظه اساسا هي امنه ومستقره بنخبتها الحضرميه، وحلف قبائل حضرموت هو جزء من النخبه الحضرميه وهم مكملين وداعمين للنخبه الحضرميه. وما هو بصغدة وما يجري حاليا في حضرموت هي اساسا مطالب حقوقيه مشروعه لا تتعدى المطالب الحقوقيه المرتبطه بحياه المواطن، من كهرباء، من تعليم، من صحه، من مياه، من بنيه تحتيه، من ايرادات وشفافيه الايرادات على الاطلاق. لن يكون على الاطلاق لحلف قبائل حضرموت اي مواجهه او مسلحه او ضربه امنيه في ظل وجود النخبه الحضرميه والتي هي جزء من المنظومه الامنيه الحضرميه ونحن معهم الى جانبهم. طب كيف نفهم سياده العميد ان يعني اعطائكم مهله مثلا للسلطه المحليه والحكومه وانتهى الان، انتهت هذه المهله الان، وانتم الان ربما يعني هناك تحركات نفهمها انها تصعيد وربما قد تقود الى فوضى داخل المحافظه؟ الفوضى لا تكون فوضى، هناك سيكون قد يكون تصعيد اذا لم تستجيب الدوله الى المطالب الحقه والمشروع الذي كلكم اطلعت عليها وهي مطالب اساس المشروع في كل الاحوال. بده يكون هناك تصعيد ببسط يد الحضاره على ارضهم وعلى مواردهم. والنخبه الحضرميه هي جزء من منظومه العمل الحضرمي ومنظومه حلف قبائل حضرموت ومطر حضرموت الجامع، ولن تكون في صدام او مواجهه مع حلف قبائل حضرموت. حلف قبائل حضرموت هو يتبنى مطالب كل الحضاره على وجه سواء. بتكون لنا خطوات تصعيديه في القريب العاجل ولكنها لن تكون في مواجهه مسلحه على الاطلاق، ستكون بسط ايدينا على ارضنا وعلى مواردنا وعلى ثروتنا. واعتقد ليس هناك من ينازعنا في امورنا وفي ثرواتنا على الاطلاق، فاخواننا الذين يدعوا كل يدعي وصايا على حضرموت فليتركونا في حالنا ونحن تاركينهم في حالنا، لا يجوا من ياخذوا اللقمه من فوقنا. من هؤلاء الناس؟ من يعني من تقصد سيدة العميد؟ يعني من يريدون اخذ يعني موارد حضرموت ويأخذون لقمة من اخواننا في اطراف النزاع اليمني، الذي كل الذي يدعي وصايته على حضرموت. حضرموت ليس احد وصايا عليها، فحضرموت لها عنوانها، حلف قبائل حضرموت المؤتمر الجامع، هم عنوان حضرموت وهم خير من يمثلوها، فمن اراد ان يتفاوض فلياتي الى حضرموت من ابوابها، فمؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت هم البوابه الرئيسية وهم عنوان حضرموت الذي تم اختيارهم وانتخابهم وتم التوقيع على عهد شرف حضرمي لأنهم هم الممثلين الوحيدين لحلف قبائل حضرموت، فما غيرهم لا يمثلوا إلا أنفسهم. فمن أتى من أخواننا من جنوب اليمن أو شمالها أو من شرقها أو غربها فليتعامل مع حلف قبائل حضرموت ومدر حضرموت الجامع كعنوان، وليس لنا أي خلاف معهم. نحن في أطار حضرموت، فلا يرضيهم اساسا اخواننا سواء كانوا في الجنوب او الشمال ان ياخذوا اللقمه من افواهنا اللي يعيشوا الحضاره على الفساد. فهم يتفاوضوا في عمان على سبسيم الثروه الحضرميه، فليأخذ احدهم 70% وليأخذ الطرف الثاني 30%، وكملت ال 100% والحضاره منهم الفساد.
نحن نعيش تحت خش الفقر، من امراض ومن ابو يعني سيدة العميد دعني هنا فقط اتوقف بالنسبه لاخذ نعم سيدة العميد بالنسبه لاخذ اللقمه يتم اخذها حتى من اخوانك حتى كان في عدن او حتى في تعز وغيرها من المحافظات، يعني المواطنون متساوون بما يتعلق بذلك، ولكن دعنا نتوقف الان عندما يجري في محافظه حضرموت، كيف تجد تعاطي المملكه العربيه السعوديه والحكومه مع هذا الحراك الذي يحدث في حضرموت؟ هل الاقليم ايضا له دور كما تحدث، يعني تهميش المحافظه ربما واخذ كما تحدث يعني ثرواتها؟ نحن نوجه خطاب لاخواننا في التحالف العربي وان نقول لهم عليكم اعاده النظر في سياساتكم في حضرموت. فسياستكم في حضرموت فاتيتم لانقاذ المحافظات المحرره ومحاربه المد الفارسي، فتركتم المد الفارسي كما هو وما يتم الان هو محاربه في حياتنا المعيشيه، فمطاراتنا مغلقه، موانئنا مغلقه، طرقاتنا مغلقه، صيادينا يمنعوا من الاصطياد، ممنوعين من السفر من المطارات. اذا على التحالف العربي الموجود والذي يتحمل مسؤوليه امن اليمن وهو مسؤول عن البند السابع من الامم المتحده ان يعيد سياساته في حضرموت بالتحديد، فحضرموت ند وشريك فاعل، وعليهم ان يشرفوا حضرموت في كل المفاوضات الجاريه حاليا والمستقبليه. اما تجاه حضرموت بهذه الطريقه وجعل حضرموت هي جزء من جنوب اليمن ومن شماله وهناك من يفاوض عليها قبل يقبل الحضارم بهذا الارتباط. تقصد سيدة العميد ان حضرموت تم تهميشها من قبل التحالف وتحديدا بالمملكه العربيه السعوديه؟ اقول لك التحالف وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه والامارات نطالبهم باعاده النظر في سياساتهم الحاليه الواقع على منطقه حضرموت. نعم. فسياساتهم الاليه من سياسه تجويع وتركيع واقضاع واغلاق المطارات والمواني والطرقات والبنيه التحتيه المدمره، فعليهم ان يعيدوا النظر في هذه السياسه، لان هذه السياسه اصبحت لن يتقبلها على الاطلاق الشعب الحضرمي بعد اليوم. فما بعد الشعب الحضرمي قد يتحرك. فبدل ان يموت جوعا فافضل ان يموت تحت الجنازر مثل رعاتهم. والموت هو بدها واحد، طيب. تحديدا في هذه النقطة سيدة العميد، هل هناك لاحظت تجاوب من قبل التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية؟ الآن ربما ما هي قراءتك لمآلة الأوضاع في المحافظة جراء ما يحدث حاليا؟ هل مزيد من التصعيد قد تقود لا قدر الله إلى فوضى داخل المحافظة؟ نحن الآن نرى هناك أي فوضى ولم تكن هناك فوضى، ونحن لسنا مطالب مع التحالف اساسا، نحن مطالبنا مع الحكومه متمثله بالمجلس الرئاسي. الحكومه هي من تتحمل مسؤوليتها كرئاسه الحكومه، ونطالب رئاسه الدوله هذه مطالب الى حد الان مطالب حقوقيه ليس مطالب سياسيه، لكن اذا تجاهلوا واستمروا في تجاهلهم قد توصل المطالب الى ابعد من كذا. نعم. قد نقول كلمتنا غير هذه الكلمه اللي نقولها، بدل من المطالبه نقول ان حضرموت جغرافيا وتاريخ وثروه وانسان وحضاره، أن تكون لها كلمتها الفصل في اختيار جانب آخر، أن ينعطي أن يأخذ معنى تفاخر ونقول حضرموت أن تخرع هذه المسامع إلى الاطلاق، ولكننا لا زلنا ننتظر من مجلس القيادة الرئاسي أن يكون له وجه نظر ويلبي المطالب ويجعل كل المشاكل القائمة في حضرموت. لأن ليس لنا أي تواصل مع قوات التحالف السعودية ولا الإمارات على الاطلاق، ولكننا نطالب منهم أن يعيدوا سياستهم فيما يتم في حضرموت. جميل، إذن هناك مطالب مشروعة لحضرموت ولن تنساق هذه المحافظة لمربع الفوضى كما تحدث وأكد سيدة العميد. أشكر انضمامك معنا قائد مخيم حلف قبائل حضرموت في البوابة الشرقية سيدة العميد محمد علي الجريري، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا.